بالنسبة لي بحكي في بداية الموضوع بتوجه بكل الشكر والتقدير والاحترام لأهل بلدي الكرام، لكل إنسان دعم وساعد بإطعام وإدخال الفرحة والبهجة لأطفال العائلات المستورة مشكورين. إحنا في نهاية شهر رمضان الكريم، الحمد لله تمكننا بخلال هذه الأيام إنه إحنا نعطي لكل عائلة طرد غذائي باحتواء بثمن 300 شيكل، وجبة سمك، وجبة دجاج مع مواد التنظيف، مع ما يحتاج الطفل من حليب وحفاضات. هاي خلال وجبة إن شاء الله هذا الأسبوع في عنا وجبة ساخنة، وفي عنا توزيع لحمة العيد لكل عيلة 5 كيلو صحيحة مع كيلو مفرومة. إن شاء الله بنتمكن إنه إحنا نطعم 100 عيلة مع توزيع ملابس العيد وأحذية العيد وحلوى العيد إن شاء الله. إحنا خلال شهر رمضان إحنا كليتنا نساء، وأغلبنا نساء من فوق 50. خلال الشهر تعبنا وشقينا وتغلبنا، والحمد لله لوجه الله تعالى لا معاش ولا راتب إلا إحنا بنعمل لوجه الله تعالى. إحنا بنطعم وبنعطي وبنعمل لوجه الله تعالى، ما بدنا لا حمد ولا شكورة من أي إنسان، ولكن بتوجه لأهل بلد الكرام رفقا بتعبنا وشقانا اللي إحنا بنتجول من بقالي لبقالي ومن شارع لشارع ومن كراج لكراج، دراج مع دراج، مرات كنا ندوخ إحنا صايمات عشان إحنا نوفر هاي المواد للعائلات اللي تعيش بكرامة. وإحنا توجه إلنا أهون من المرأة للمرأة ما تروح تتوجه لأي شخص. سمعت إنه في دعاية إنه أنا عم ببيع الطرد بمية شيكل. للأسف قبل ما الإنسان يحكي بهذا الإشي يتبين ويستفسر ويعرف، حرام تظلمونا لأنها أبوه بقولكو حسبي الله ونعم الوكيل. المية شيكل إحنا بناخدها اشتراك سنوي لهذه العائلة، حتى إحنا ما بنعمل بس بشهر رمضان، أنا عندي مقر مفتوح خلال السنة كاملة. عندنا شهر رمضان الفضيل، وعندنا العيد الأضحى، وعندنا فوتة المدرسة. المدرسة لكل ولد بأخذ حقيبة مليانة كل المواد القرطاسية ما تلزمه. وخلال السنة أي عائلة بتحتاج أي نقص من مواد غذائية، من فاكهة، من خضروات، من ملابس، حتى إحنا بنقدر نوفر لكل العائلات أثاث إذا كان مستعمل أو جديد، نقدر نوفر الأدوات الكهرباء المستعملة لكل عائلة شو بتحتاج. في كثير السنة عندنا فاتت من فوق 10-12 عائلة إجتنا جديد سكنت في سخنين، إجت معهاش ولا أي إشي للبيت إن شاء بإذن الله وبتسهيل ربنا وكرم بلدي سخنين وأهل بلدي إن شاء الله بتدلها وتمكننا نوفر سكن مع الأثاث بمساعدة الأهالي. اتقوا الله يا عباد الله، في بيوت عايشة هاي عائلة جمعية حرام تشهروا وانتم مش عارفين لإيش هالمبالغ. كل شهر 10 شيكل، بدل ما نقول للعيلة تعالي كل شهر أعطيني 10 شيكل، جمعناها ب 100 شيكل خلال السنة عشان تقدر تيجي، يكون في إلها انتماء، إلها ملف عندي خلال السنة. بعين قوية تيجي تقول لي أنا بدي بامبرز، أنا بدي حليب، في عندي أطفال بدي خلال السنة، أنا مجبورة سنة كاملة أدعم هاي العيلة حليب وحفايض لهاي الأطفال عشان تقدر تعيش وتكمل حياتها. بنفس الوقت إحنا نوفر إذا في إمكانية نوفر مع ناس الكرام اللي إحنا بنقدر نتواصل معاهم عمل لهاي المرة حتى تقدر تطور حياتها وتطور هاي. بقول لأهل بلدي إذا أنت أعطيت الله يبارك لك، إذا أنا أخطيت الله بيسامحني. الإنسان لازم يتأنى وإن شاء الله منزلنا هيك على طريق الخير. مع إن السنة أنا كنت كتير مبسوطة وفرحانة، لقيت في كتير شبيبة بارك الله فيها اشتغلت وساعدت خففت عن العبء، خففت عن العبء لأنه كنا إحنا ننطي 140 سنة، أنطينا 100 يعني 40 راح من عندي. أنا كنت مبسوطة ليش؟ لأنه في شبيبة قاعدة بتطلع، يعني بلدنا قاعدة ولادة بالشبيبة اللي فيها خير وفيها عطاء وفيها تطوع. والحمد لله لبلدي، بقول لهم كل عام وأنتم بخير، بنعاد عليكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله بدلكم سالمين وغايمين، بدلوا يعمي السلام على سخنين وعلى الأمة العربية بجاه سيدنا محمد. شكرا لكم.